عال عال قوي يا ده تامر، المعلومات اللي انت جبتها دي هايلة، قررتهم ازاي؟ يا دفعه، نص مطاريد الجبل اللي وقعوا دول انا اللي وزيت عليهم. العيال اللي جوه دول هفق ما خدوش في ايدي غلوه كده. اني نظريتي فيك ما تخيبش، تعبان بنضاره يا ده تامر. بس اقول لك بقى بصراحه يا حصول، يعني يا حصول، يعني حكايه البوليس السري دي مش لد عليا. قول لي ليه؟ اقول لك انا ليه؟ لان انا واد شوي اعلامي، احب كل شغل كده بقى في النور والناس تعرفه. يعني عاوزنا نقول ان انت اللي جرجرتهم في الكلام ووقعتهم واعترفوا على نفسيهم؟ ايوان، انا عايزك تبلغ القيادات والرتب رتبه رتبه وقياده قياده. ليه؟ لاني بصراحه اني مضمنش، يعني وما تاخدهاش مني بحزازيه، انك تسرق مجهودي وتنسبه لنفسك طمعا في حته حديده زياده. لا في دي معاك حق. يعني عايزك تبلغ القيادات. هي القيادات فاضيالني، انا ليا تصرف تاني، ما تقلقش يا فرج. يا فندم حصول، خد تامر جوه في التخشيبه وبلغ كل المساجين والمشبوهين ان هو اللي خبص عليه. لا لا، وانما ابوس ايدك يا حصول، وانما ابوس ايدك. فرج اهون، اخلص، ده مجهودك. مجهودي ايه؟ اني هفق، اني عري، اني حاكل عليك مجهودك. خلص يا فرج. انت تاكل وتحل يا حصول، والنبي يا عم فرج، والنبي يا عم فرج، والنبي يا اخويا.